أعافيك باشمهندس محمد، أهلا وسهلا. الله يعافيكم يا جماعة، أهلا وسهلا فيكم. طيب إحنا يعني ممكن نبدأ، بما إنه تقريبا يعني في عدد، أو نستنى دقيقتين، دقيقتين مش مشكلة، وخمسة بالضبط بنبلش. هلا مبدئيا أنا زي ما حكيت لكم اللايف هو على الزوم، بس يعني الموبايل جنبي فراح أشوف الكومنت. هلا كبداية راح أحكي، يعني راح أشرح عادي عن الويب سايت وغيره، وآخر إشي الأسئلة، يعني يا ريت تكونوا كاتبينها بحيث إنه أنا أرجع لها وأشوفها مباشرة. يعني حاولوا أسئلتكم اكتبوها أول بأول بحيث إنه يعني نجاوبها خلال اللايف، بدل ما نكتبها بكومنتس، على أساس إنه نجاوبها خلال اللايف. إذا في إشي معين، نقاش معين نحكي فيه فأفضل. يا ريت تأكدوا لي إذا الكل سامع، كمان أهم إشي الكل سامعني يا جماعة، الصوت واضح، بس كومنت صغير من أي حدا إذا بتأكدوا لي بس الصوت. الصوت تمام، الأمور تمام. ممتاز ممتاز، أوكي خلينا نبلش. الله يعطيكم العافية جميعا، معكم علاء منون، أنا تخصص هندسة كهرباء، وحاليا مدير ومؤسس شركة AMC للتدريب والاستشارات. هلا هاي الورشة صراحة كثير، يعني أنا كنت أعطيها سابقا وراح أستمر بإعطائها حتى يعني بالظروف الحالية، أو يعني من خلال اللايف ستريم، على أساس إنه صراحة أنا في كثير أخطاء واجهتها أو مصطلحات خاطئة واجهت عند البعض بما يتعلق باللينكد ان. يعني في كثير ناس مثلا بتطلع على اللينكد ان كانه يعني موقع توظيفي، او موقع فقط لفرص العمل، او هو موقع مثلا بحط فيه السي في وبتنتشر لحالها وبعد فتره بتيجيني فرصه عمل مباشره. هذا المصطلح طبعا خاطئ، هو احد نتائج اللينكد ان ممكن تكون انه الواحد يحصل فرص وظيفيه، ولكن مش هذا الشيء الرئيسي او الكور الرئيسي تاع اللينكد ان. لينكد ان لا، موقع مختلف، هلا راح نحكي عنه يعني نبذه سريعه. وبرضه كان احد الاهداف انه انا اعطي هاي الورشه بما يتعلق باللينكد ان، لانه فعليا جد الواحد ممكن يحصل فرص، مش بس فرص عمل، ممكن فرص تدريب، ممكن فرص كونكشنز، بغض النظر شو هي، بس هي بالنهايه فرص، فرص راح تعود عليكم بالنفع. فالاستخدام الخاطئ لللينكد ان، الفهم الخاطئ لللينكد ان، جد بظلم اللينكد ان وما بيخلي الشخص يستفيد منه ويحصل الفائده المرجوه من موقع اللينكد ان فعليا. فلو نيجي كبدايه انه ايش هو موقع اللينكد ان، يعني كموقع شو هو، لو بدنا نعرف اللينكد ان كويب سايت. لينكد ان يا جماعه هو موقع كيف الفيسبوك، بدنا نشبهه بالفيسبوك، تمام؟ و يعني كواجهه نفس الشيء، في المحل ما بينزل عندكم البوست من الاصدقاء، في مسجات، في بروفايل، يعني شبيه جدا للفيسبوك، ولكن في فرق جوهري ورئيسي ما بين اللينكد ان وما بين الفيسبوك. اللينكد ان هو مهني اكثر من الفيسبوك، او مهني يعني كليا، يعني هو لا يقارن بالفيسبوك من ناحية الوظيفة. هو اللينكد ان موقع خلينا نعتبره تواصل اجتماعي بيشبه الفيسبوك، ولكن الفرق بينه وبين الفيسبوك انه اللينكد ان هو موقع مهني، يعني بيكون على مستوى بروفيشنال. طب شو يعني موقع مهني؟ على موقع مهني يعني طبيعة الاشي اللي بنزل فيه هي امور بروفيشنال، هي امور فنية مهنية، ما بتكون امور يعني خلينا نحكي شخصية، ما بتكون لا فيها دين ولا فيها سياسة. هاي كلها الامور يفترض ما تكون موجودة على اللينكد ان، هاي كلها أمور تعتبر شخصية بعيدا، وما يعني ما بتقدم ولا بتأخر بالأمور المهنية. لذلك دائما اللينكد إن هو فقط للأمور المهنية بما يتعلق بالوظيفة، بالمهنة، بأي إشي على مستوى بروفيشنال. أما أمور المتبقية
من فيديوهات ترفيهية لسياسة لدين هي يفترض ما تكون موجودة ضمن محتوى اللينكدين. فهي مثلا هاي احد الاخطاء اللي ممكن نواجهها باللينكدين، واللي ممكن انتم بعضكم فات على اللينكدين وبلش يستخدم اللينكدين وبلش يشوف بوستات زيها زي الفيسبوك، يعني البوست اللي كنا نشوفها بالفيسبوك بنشوفها نفسها موجوده باللينكدين، نكته، خبر، يعني ما له دخل بامور مهنيه الى اخره، راح تشوفوها، ممكن تشوفوها موجوده بالفيسبوك باللينكدين عفوا. هذا مش لانه اللينكدين هو موقع يعني خطأ من اللينكدين، لا، هو خطأ من الشخص اللي بيستخدم اللينكدين. هي فعلياً لازم الشخص نفسه اللي فايت على اللينكدين يكون فاهم شو مبدأ اللينكدين، إيش بفيدني، إيش لازم أنا أنزل فيه، وبناء عليه بيعرف شو ينزل وبيعرف كيف يستفيد من اللينكدين. فهي الشغلة يا جماعة الرئيسية، وهذا التعريف العام لللينكدين، إنه هو عبارة عن موقع، ممكن نعتبره موقع تواصل اجتماعي بيشبه الفيسبوك كمبدأ ولكن على مستوى مهني أكثر. طيب بجوز تسألوني إنه إيش الأمور المهنية اللي ممكن ننزلها؟ في كثير يعني أمثلة على أمور مهنية ممكن أنتوا تنزلوها، أو نحكي يعني على مستوى بروفيشنال إيش إحنا ممكن ننزل. يعني على سبيل المثال بدنا هيك ننزل بشكل سريع بالصفحة الرئيسية، هاي نفسها الصفحة اللي بتطلع بالفيسبوك على العموم، يعني كيف الصفحة اللي بنزل فيها البوست اللي من الأصدقاء هي نفسها، هاي بتنزل من إيش اسمه كونكشنز، هما نفسهم يعني يعادلوا مصطلح فريندز بالفيسبوك، كونكشنز بسموهم باللينكدين. فهون عندنا البوست اللي بتنزل، مثلا أحكي لكم على مستوى مهني، في شغلات ما راح أحكي عنها لأنه ممكن تكون مش مهمة كمثال مهني أو ما بتعكس الإشي اللي بدنا إياه، وفي إشي مثلا راح أحكي لكم إياه. مثلا هون في المهندسة هون مثلا طرحت زي شهادة أخذتها، تمام، فشاركت الإنجاز تاعها، هذا يعتبر يعني مثال على إشي مهني ممكن أنا أشاركه. إذا أنا أخذت شهادة، شاركت بمؤتمر، شاركت بوركشوب، ممكن أنا أنزل هذا الإشي على أساس إنه أبين أنا شو الإشي اللي أنجزته مؤخرا، تمام. فمثلا هذا مثال على إشي أنا ممكن أنزله على اللينكدين. طبعا اللينكدين ممكن يا جماعة يكون فيه إعلانات مدفوعة عادي زي الفيسبوك بالنهاية، فاللينكدين عادي جدا يطلع لكم إعلانات مدفوعة، يعني زي هاي الإعلان، هذا إعلان مدفوع من اللينكدين وغيره من الشركات ممكن تحط إعلانات مدفوعة، فعادي جدا ما تنصدموا إنه راح تشوف بوستات غريبة أنا لا مش عاملهم فولو لهاي الصفحة أو لايك بما يعادل اللايك يعني بالفيسبوك، فبتستغرب بتشوفوا بوست مثلا أنا مش عاملها بتكون عادي مدفوعة. مثلا هاي مثال على الإشي المهني أو البروفيشنال، إنه مثلا شخص ترقى أو أخذ بوزيشن معين ممكن يشارك هذا الإنجاز مع الكونكشنز اللي عنده، والله أنا مثلا صار في بروموشن، صرت مثلا أخذت البوزيشن الفلاني، مثلا ترقيت لمانجر لكذا، فممكن هذا الإشي كمان يتم مشاركته يعني على اللينكدين، من الشغلات اللي ممكن يتم مشاركتها على اللينكدين. على سبيل المثال ممكن يا جماعة أنتوا كمان تكونوا عاملين فولو مش لأشخاص، كمان لبيج لشركة، مثلا انفستس شركة تعمل توربينز، فمثلا بينزلوا أخبار، فهي أحد المحتويات المهنية اللي ممكن أنتوا تتابعوها لنفس الشركة أو للأشخاص العاملين بهاي الشركة، إنه ينزلوا أمور نحكي مهنية، مثلا إنه والله تم إنتاج البرودكت الفلاني، مثلا أنتجنا مثلا جهاز الفلاني إلى آخره بمواصفات كذا، فهذا إشي كمان بفيدكم. يعني بالنهاية أنا برجع بحكي لكم اللينكدين هو مش موقع توظيف، هو موقع خلينا نحكي ممكن أول إشي أستفيد منه كمعلومات، يعني أنا لما هلأ أقرأ هاي أنا استفدت معلومة، صح؟ لما أنا أقرأ مثلاً فيستس عملت أو أنتجت التوربان أو ركبت المشروع الفلاني فأنا استفدت كمعلومة، تمام؟ ممكن أنا لما شفت هاي الشهادة، تمام؟ مشاركينها على اللينكدين، ممكن أنا مثلاً أسأل إيش هذا المجال؟ أنا قرأت والله هون Fundamental of Energy Auditing، شو الإنرجي أوديتينج؟ طب فلان أو فلاني بيشتغلوا بالطاقة، شو هاي الإنرجي أوديتينج؟ فأنا كمان ممكن هذا يخليني كمان أنا أبحث على شغلات جديدة، أدور على شغلات جديدة، أتوسع بشغلات جديدة، فهي أنا بعتبره كمان جانب حلو. ممكن أنا لما أشوف فلان أو فلان مثلا ترقوا لبوزيشن معين، هذا الإشي يخليني أسأل إنه أنا شو لازم أعمل هلا، شو أنا الإشي النقص عندي، أو أنا وين مكاني ووين الناس عم توصل، وأنا شو لازم أشتغل لحالي عشان أوصل هذا البوزيشن. فحلو كمان تشوفوا الناس الكونكشنز اللي عندكم، شو البوزيشن اللي هم شغالين فيها وكيف وصلوا لها. فهي برضو أمثلة على طبيعة البوست، مثلا هون ممكن مثلا أنا عامل فولو لصفحة
سولارابيك بتنزل اخبار بالطاقه، فانا بستفيد من هذا الشيء برضه. يعني بيطلع لي كل فتره خبر لاني عاملها زي اللايك او فولو يعني باللينكد ان بسموه، فانا عيني عم بستفيد علميا يا جماعه، مش بس يعني وظائف. هذا الشيء اللي لازم نصلحه باللينكد ان، انه هو مش بس وظائف، تمام؟ فهي شغله. وهي كمان مثال على شيء برضه من المحتوى اللي ممكن يتم مشاركته على اللينكد ان، اللي هي فرص العمل. هلا انا الكونكشنز اللي انا ضايفهم باختصار ممكن يكونوا ناس بيشتغلوا بشركات، تمام؟ يعني عاملين بشركات، ممكن يكونوا HR، ممكن يكونوا ناس يعني owners لشركات، هم الملاك لشركة معينة إلى آخره. فممكن أنا يعني هدول الأشخاص اللي أنا ضايفهم أو عاملهم فولو يشاركوا إيش؟ يشاركوا الإعلانات، عندهم إعلان معين صار في position available بشركتهم، يروحوا يشاركوا معنا، تمام؟ فأنا كمان هاي من المحتوى اللي أنا ممكن أشوفه ويعتبر محتوى مهني، إنه الفرص العمل اللي بيتم مشاركتها سواء أنا بدي أشاركها أو غيري بده يشاركها. فهي أيضا مثال على الشغلات المهنية. خلينا نحكي مثلا أحد الفوائد اللي من لينكد إن، اللي هي مثلا هون ما بعرف كيف طلع لي البوست، سواء هو أنا عامل لايك، حدا عامل له لايك، بس طلع لي إشي إله دخل بالبروجكت بلانينج مثلا، تمبلتس ودوكيومنتس بالإكسل، فممكن واحد ينزلهم ويستفيد منهم بالشركة اللي هو بيشتغل فيها، تمام؟ فاللينكد إن هو مكان يا جماعة مش بس للباحثين عن عمل، هو مكان للباحثين عن عمل، للطلاب وللعاملين أصلا، حتى لأصحاب الشركات والإتش آر وغيره من الفرص الوظيفية. فهي كمان من المحتوى اللي واحد ممكن انه يشوفه او يطلع له خلال مثلا تجوله بالصفحه الرئيسيه باللينكد ان. وزي ما حكيت لكم بالنهايه طبعا من المحتوى المهني ايضا اللي ممكن تشوفوه على اللينكد ان، ناس شاركوا بايفنتس معينه، تمام؟ فخلال هذا الايفنت يعني انا ممكن خلال الايفنت اصور انه والله انا هيني عم بشارك بالايفنت الفلاني. هذا يا جماعه كمان هاي الامور بتعكس كلها بجانب إيجابي عليكم. هاي كلها هلا رح نحكي عنه، هو جانب تسويقي لكم أنتم كأشخاص. بالنهاية اللينكد إن هو مش كبسة زر، اللينكد إن مش والله أنا بفتحه بعمل بروفايل بزته بيجيني فرصة عمل تاني يوم، لا. اللينكد إن باختصار هو أني أنا أسوق حالي عليه وأستفيد بالكونكشنز اللي أنا عم ببنيها على اللينكد إن. هيك أنا عم بستفيد فعليا من اللينكد إن. أما أنه أحكي والله اللينكد إن رح أعمل عليه بروفايل وأزدته للزمن ويجيني فرصة عمل، أبداً ما رح يجيب فرصة عمل. وللأسف ممكن أنتوا ومتأكد هاي صارت معكم، أكيد شفتوا ناس حكولكوا والله اللينكد إن مش مفيد، عملنا بروفايل ما فادني، والله هيني عامل بروفايل والله ما إجاني فرصة عمل. أكيد ما رح يجي فرصة عمل، لأنه إحنا بنكون فاهمين أصلاً اللينكد إن خطأ. بنكون مفكرين إنه إحنا بننزل نعمل بروفايل وبنعبي المعلومات بنضيف ناس وخلاص. طب ما اصلا انا اذا ما كنت اكتف على لينكد ان مين بده يشوفني؟ مين بده يشوف بروفايلي؟ هدول الكونكشنز اللي ضفتهم ان شاء الله مليون كونكشنز كانوا، كيف بدهم يشوفوا البوست اللي انا بنزل؟ يعني كيف بدهم يعرفوا اني انا اصلا موجود على الكره الارضيه اذا انا اصلا ما بعمل اي حركه ومش اكتف على لينكد ان وما بشارك اي شيء؟ فهي الفكره يا جماعه من اللينكد ان، انه الواحد ما مش شغله اني اعمل بروفايل ولحاله يوظفني، ابدا مش هيك. هو شغله انه انا اذا فعليا همي، هو طبعا حكينا الوظائف تانية غير الشغل، ولكن اذا همي انا احصل فرص وظيفيه انا بدي استخدم اللينكد ان اسوق حالي. هاي هي يعني باختصار، اما اذا بدي يعني احصل فرص وظيفيه من لينكد ان، اما بدي اسوق حالي طريقه معينه، هلا بحكي لكم امثله، اما بدي اسوق حالي داخل اللينكد ان احكي للناس اني انا هيني موجود هون، انا عندي هاي الخبرات، انا بعرف بهاي وبهاي وبهاي، فهذا الاشي اللي انا بدي اعمله على اللينكد ان. او الطريقة الثانية أني أحصل وظيفة من اللينكدين هي الطريقة البيسك، أني أنا أقرأ إعلان أقدم له CV وخلص خلصت. فهي شغلة. في طريقة ثالثة أنا بحبها على اللينكدين، هي يعني بترجع للجزء الأول اللي هي أني أسوق حالي. ولسه مبارح أو قبل مبارح شفت فيديو عجبني، أنه مهندسة عم طلعت بدل ما تحط CV على البروفايل فقط، لا طلعت بفيديو خفيف لطيف دقيقتين حكت عن حالها بطريقة مرتبة، حتى الشهادات عرضتهم هيك طلعت يعني بنفس الفيديو، عرضت الإشي اللي عندها بطريقة حلوة. منه الشخص اللي بدور على شغل شاف هذا الشخص كيف بيحكي، ومنه اطلع على خبراته وما مل، يعني بالعكس انتوا بتكونوا لفتوا. فهاي أحد يا جماعة الطرق اللي أنا ممكن أسوق حالي فيها داخل اللينكد إن، إني أنا مثلا عندي خبرة، مش ضروري أنا أعتمد الطريقة التقليدية CV وعزبط بروفايل وكل شيء،
لا في حلوة، في طريقة حلوة كثير صاروا يعملوها ناس، اللي هي إني أنا أصور حالي فيديو وأحكي عن حالي بطريقة فعلا تعكس شخصيتي، وبطريقة أيضا تعكس الإشي اللي عندي، أو تخلي الناس تجبرهم إنه يشوفوا شو الإشي اللي عندي. هاي الفكرة، تمام؟ فهي أحد وسائل إني أنا أسوق عن حالي، إني أنا أنزل فيديو وأعرض حالي بطريقة حلوة، بحيث إنه اللي بيبحثوا أو اللي بيصطادوا الموظفين، أو يعني خلينا نحكي اللي بيدوروا على الفرص أو بيدوروا على الموظفين بمختلف المجالات، راح خلص يلفتهم هذا الشخص اللي بيسوق حاله بهاي الطريقة اللي هي من خلال الفيديو، تمام؟ فهي أحد الوسائل اللي ممكن أنا أسوق عن حالي خلال اللينكدإن. ما تنسوا إنه اللينكدإن هو منصة، فبالتالي أتاح لي مجال إني أنا أنزل فيديو، أشارك أي إشي بدي إياه، فهذا إشي كثير يعني تعتبر أدفانتج إلكو خلال شغلكو باللينكدإن. هلأ كيف كمان بدي أسوق حالي على اللينكدإن؟ هلأ إنه أنتوا تشاركوا الخبرات اللي عندكم، سواء نقاشات انتم بتطرحوها على اللينكد ان، سواء معلومات انتم بتشاركوها على اللينكد ان، سواء مشاريع انجزتوها بالشركه اللي انتم بتشتغلوا فيها، اذا ما عندهم مانع من ناحيه انه انتم تشاركوا المشاريع كصوره انه للمشروع اللي انتم انجزتوه، فهذا جزء من انك انت او انك انت تسوقوا لحالكم بطريقه غير مباشره، لانه الناس اللي عم بتصفحوا اللينكد ان راح يصيروا يشوفوا فلان او فلانه هم عم بيفهموا بمجال معين، لانه هذا فلان مش ما بشوفه الا مشارك بالايفنت الفلاني بالطاقه ولا الهندسه الطبيه ولا اللوجيستيك ولا بغض النظر، او فلان او فلانه ما بشوفهم الا بينزلوا انجازاتهم، عم بينزلوا شهادات، والله خلصوا تدريب، اخذوا انترنشيب بمكان معين الى اخره، عم بينزلوا هاي الشغلات ايضا وبيشاركوها على اللينكد ان. فصرتوا انتم يعني بطريقه غير مباشره عم تربطوا الكونكشنز اللي عندكم معكم بانه انتم بتفهموا بمجال معين، بالتالي لما يصير في فرصه معينه تتوفر عند الاتش ار فلاني او صاحب الشركه الفلانيه، ممكن انتم تكونوا اول حد يخطر على بالهم. الي صديق اشتغل باحد الشركات المعروفه عندنا بالاردن من خلال هاي الشغله، انه هو كان اكتف على لينكد ان والاتش ار بهاي الشركه تواصلت معه بالمسجات وبعثت له انه في عندنا الفرصه، هيقدم. هي لا واسطة ولا إشي، هي فعليا بدها تريح راسها، هي شافت إنه الشخص هذا أكتف، حكت ليش أنا أدور أو ليش أنا يعني أسير أقابل عشرات الناس وفي فلان أو فلان هم أكتف ومبينين إنه بفهم بالمجال، مش شرط إنه هم إكسبرت يكونوا، لا بس هم مبينين إنه بفهم بالمجال، فتعالوا بدنا نقابلكم. وفعلا اشتغل معي الشركة سنين، فيعني الموضوع يعني ما تتوقع إنه معقد ولا انه بسيط كبسة زر، لا هو فعليا يعني بيعتمد على عدة جوانب. فانتوا لازم فعليا تغيروا نظرتكم على اللينكد ان، بمجرد غيرتوا نظرتكم على اللينكد ان راح يتغير معكم كثير شغلات. وكمان نقطة بدي انبهكم عليها باللينكد ان، انه هو جد مش كبسة زر، يعني انتوا لما تبنوا كونكشنز هي يعني بيبي صغير، يعني بدكم تكبروا هالكونكشنز اللي عندكم، بحيث انه انتوا بعد فترة راح تبلشوا تحسوا بهذا الاشي، الناس تعرفكم وانتم تعرفوا الناس اللي عندكم، تصير في تبادل خبرات بينكم وبين الناس اللي عندكم، صار في تبادل ومعرفه بيناتكم فعليا، هون بتبلشوا تحصلوا فرص، هون اذا نزلت فرصه ممكن انتم يكون لكم اولويه فيها، ممكن فلان او فلانه من الشركه الفلانيه يبعثوا لكم دايركت انفيتيشن لشغله معينه، لانه انتم اكتف بهذا الشيء، تمام؟ وممكن زي ما صار مع صاحبي، بعثت له الاتش ار الفرصه الوظيفيه واعطته اولويه بالمقابله، تمام؟ ف دائما يا جماعة ركزوا على هذا الجانب، فكروا أنا إيش عندي، حاولوا اعصروا هيك، يعني لازم تقعدوا هاي القعدة، تقعدوا وتشوفوا أنا إيش عندي شغلات ممكن أنا أصيغها أو أوظفها داخل اللينكد إن، بحيث أعكس شو عندي خبرات، ومش بيوم واحد. يعني أسوأ إشي إنه هلأ بعد ما نخلص هاي اللايف نيجي يوم واحد بس اللي هو اليوم أو بكرة حسب أنتوا شو بدكم إياه، تيجوا تعبوا تزبطوا البروفايل تاعكم على اللينكد إن، تبلشوا تضيفوا مليون واحد على اللينكد ان وتنزلوا بوست اول يوم وخلص، تتركوا اللينكد ان شهر ولا شهرين، هون صدقوني نرجع لنفس المشكله، ما راح نستفيد من اللينكد ان. انا باكد لكم هذا الشيء، ما راح تستفيدوا من اللينكد ان، الشغله مستمره زي ما بتستخدموا الفيسبوك زي ما بدكم تستخدموا اللينكد ان، يعني زي ما انا بستخدم الفيسبوك ساعتين وثلاث، لا بدي اشيل من هالساعات اللي ممكن جزء بسيط عم بستفيد منه شخصيا او من باب كونكشنز مع الناس اللي بعرفهم، اشيل لا ساعه ولا ساعتين اخصصهم لللينكد ان او لا.
اللينكد إن أقل ما فيها يا جماعة، إذا أنا ما حصلت فيه فرصة عمل، إذا ما حصلت منه فرصة عمل، على الأقل أنا بطلع على الناس التانيين شو عم بيشتغلوا، عم بستفيد من الناس التانيين شو بينزلوا معلومات، عم بعرف أنا وين موقع من الإعراب، عم بعرف أنا وين بالحياة، يعني أنا إيش بسوي بحياتي، ليش فلان أو فلانة عم بلشوا يشتغلوا هيك أو بلشوا يأخذوا هيك، طب أنا ليش مش عم باخذ انترنشيب، ليش ما عم باخذ تدريب هون، ليش ما باخذ مثلا تريننج هون، ليش ما مثلا بشتغل بهاي الشركة وباخذ منهم خبرة إلى آخره. فبصير الواحد كمان هو يتحفز لما يكون ببيئة اللي هي لينكد إن نسميها بيئة بروفيشنال، انتوا ما بتشوفوا عمالكم غير انه الناس شو بتشتغل شو بتسوي شو بتعمل، انتوا حتى تلقائيا راح تتحفزوا انه تعملوا شغلات تفيدكم لشغلكم، يعني تصيروا فعلا تطوروا من حالكم خلال يعني من خلال اللينكد ان، تنزلوا معلومات، انتوا بتصيروا تبادروا تنزلوا معلومات كمان عشان الناس تعرفكم. طيب في سؤال كمان كثير بيجيني هذا، وبتمنى اي حدا يعني بده يسال ممكن احاول اذا شفت سؤال له علاقه بالإشي اللي بنشرحه راح أجاوبه مباشرة أو أخليه آخر إشي، فاسألوا إذا في ببالكم إشي. ففي سؤال مش هون انكتب يعني مش على اللايف هاد، بس بشكل عام بنسأل إنه طب أنا هلا خلصت بالجامعة أو أنا طالب أو طالبة بالجامعة أو أنا لساتني فريش جراديوت، شو أنزل؟ يعني أنت بدك إيانا ننزل ونكون أكتف على لينكد إن، طب ما إحنا لسه ما اشتغلنا، شو ننزل صور مشاريع مين ولا إيش؟ عادي جدا يا جماعة، أول إشي أنتوا كطلاب أو فريش جراديويت ممكن تشاركوا مقالات مثلا، ممكن أنا من باب أنا مثلا حدا مهتم بالطاقة، أنا لساتني طالب بالجامعة، ممكن بسبب اهتمامي بالطاقة أبلش أنزل معلومات بالطاقة، شو ما كانت سيمبل، ما حدا حيجي يحكي لا هاي المعلومة سيمبل، هاي المعلومة أدفانس، ما في حدا بيقيم معلومات، أهم شيء تكون معلومة صح أو دقيقة، فبشارك معلومات، بشارك مصادر، بشارك مقالات. طيب أنا كطالب أخذت دورة بشارك الشهادة تاعتها، أنا كطالب تدربت خلال الجامعة مع شركة معينة بشارك شهادة التدريب تاعتي أو أي مشروع كنت أشتغله وإلي صلاحية أشاركه، سواء صورة بعد انتهاء المشروع بعد تركيب الجهاز، إذا إلي صلاحية أشاركه بشاركه على لينكد إن. فأنا حتى وأنا طالب ممكن أشارك هاي الشغلات، مشروع التخرج ممكن أنا أشاركه، خاصة إذا كان ريليت لإشي إله علاقة بالفيلد وبالشغل الفعلي فعليا، يعني أنا والله عملت مثلا منتج بحسن كفاءة إشي موجود بالسوق، فبالعكس هذا الإشي ممكن يلفت نظر ناس معينين إنه يحكوا آه هدول الناس أذكي، هدول الناس عم بتعبوا حالهم، في عندهم الصفات، حتى لو انهم فريش جراديوت بس عندهم صفات معينه ممكن انه سريعين تعلم ونبني على الإشي اللي عندهم بسهوله. فما حدا يحكي انه انا لساتني طالب، بالعكس انا دائما بحكيها انه الفرصه الذهبيه للي لساته طالب او فريش جراديوت انه يبلش من هلا، لانه ما بوصل وهو متخرج او مبلش يعني مرحله البحث عن عمل الا هو باني كونكشنز كبيره، مش بيجي بنصدم بعد مثلا فترة بحث عن عمل سنة ولا سنتين بيجي بنصدم آه طب ما في لينكد إن ليش ما أبلش عليه، فهون بده يرجع يبلش على لينكد إن. والمشكلة إذا كانت فكرته على لينكد إن غلط رح ييأس من بعد أسبوع، فأنا لا ليش من البداية ما أكون أنا أصلا شغال على لينكد إن مسبقا تمام وعامل كونكشنز وعم ببني كونكشنز معينة على لينكد إن على أساس إنه ما أتخرج من هون ما أبلش أبحث عن عمل من هون أو أخلص تدريب الجامعة من هون إلا وأنا فعلاً في عندي كونكشنز منيحة بيعرفوني بيعرفوا شو عندي وبيعرفوا شو اهتماماتي بأي مجال أنا مهتم، والله بالطاقة باللوجيستيك بالبيوميديكال بغض النظر، فببلشوا أنا إذا والله ممكن أنزل بوست بسيط إنه والله أنا مثلاً ببحث عن عمل عندي المؤهلات فلانية اتدربت بالشركة هاي وتعلمت من خلال البروسيس تاعت كذا البلانينج إلى آخره، فببلش أسوق لحالي أو بعمل الفيديو هداك اللي حكيت لكم عنه إنه أنا أشرح شو عندي أو أعرض شو عندي. ف أنا دائما بنصح إنه الواحد لا يبلش من البداية من الأساس، أبلش أصلا بالعكس من مرحلة الدراسة أو يعني أول ما أخلص جامعة أو أول ما أخلص تدريب الجامعة أساس إنه فعلا أستفيد، لأنه مش كبسة زر تمام، فبدها فترة بدها فترة معينة جد أكبر هاي الكونكشنز عشان فعلا أبلش أستفيد من اللينكد إن مع يعني استفادة حقيقية. فيا جماعة يعني الملخص للشغلات اللي أخذناها للآن إنه اللينكد إن هو مش موقع توظيف بشكل مباشر، ممكن يوفر لك وظائف بطريقة غير مباشرة تمام، واللينكد إن كمان هو موقع يعني أنا بعتبره هو وسيلة فعالة
إنه أنا فعلياً أسوق حالي، سواء بشتغل أو ببحث عن شغل، أسوق لحالي، أوري أنا إيش عندي وأنا بإيش مهتم فعلياً، حتى أخذ أولوية بأي فرصة ممكن تصير. وصارت معي صراحة، وصارت مع غيري، ومش بعمم على حالي بس، ما بزبط أعمم على تجربة صارت معي فقط، لا، بس أنا وغيري من الشغالين بهاي الآلية على لينكد إن حصلنا فرص. أنا شخصياً من اللينكد إن إجتني 4 فرص عمل أو مقابلات عمل، منها إشي اشتغلته، يعني رحت على الشركات واشتغلته، ومنها إشي أخذت فيها عروض. فما تستهينوا باللينكد إن، اللينكد إن يعني فعلياً قوة عظيمة، يعني اللينكد إن، ولازم كلياً نغير نظرتنا عن الشغل. الشغل مع العدد الهائل من الخريجين اللي عندنا بطل يزبط بالطرق التقليدية فقط، اعمل إيميل سي في دير كذا وبست وابعت، لا مش هيك. بس اللينكد إن أنت اللي بدكوا تسابقوا الناس التانيين، هو زي السباق صرت أعتبره، يعني الوظيفة صارت زي السباق، هم آلاف المتخرجين من فرصة معينة، ما بزبط كل هدول الآلاف، أو يعني بالأحرى هدول الآلاف بدهم يتنافسوا على مجموعة بسيطة وصغيرة من الفرص، وبالتالي أنا فعليا لازم أتميز بين هاي الآلاف، لازم يكون في روس طالعة ما بين هدول الألف، يعني كلهم هيك بس في ناس بارزين. هدول الناس البارزين هم اللي بأخذوا الفرص يا جماعة، الناس البارزين من هدول الآلاف أو المئات اللي عم بيقدموا لفرصة هم اللي بدهم يكونوا بارزين، تمام؟ فهاي برضو شغلة. هلأ يعني من الشغلات اللي أنا بركز عليه إنه انسوا موضوع البحث التقليدي على العمل، لأنه حطوا ببالكم وضلكوا ذكروا حالكم، ومش من باب إنه الموضوع إني أيأسكم من الموضوع، لا طبعاً، هي أمر واقع وبدنا نجد حلول، هي مش الموضوع يعني إنه والله لازم نتعاطف مع بعض ونقنع بعض، لا، الأمور منيحة وكل شيء سلس حيكون، لا، بدنا نكون عارفين الأمر الواقع إنه الفرص قليلة، عدد الخريجين كبار، فلازم الواحد أول إشي يتعب حاله قبل ما يسوق حاله كمان. يعني أنتوا أوكي متفقين إنه بدنا نسوق لحالنا، بس أسوق حالي عايش بلوشي مش موجود، لا، ما هو بدي أتعب حالي وأسوق لحالي بنفس الوقت، فالشغلتين طبعا مترابطات. لما أجي أسوق لحالي ما بدي أجي أغش الشركة، أنا لا، بدي أكون تعبان على حالي وعندي علم وعم بقرأ وبتعب وبشارك وباخذ دورة وباخذ تدريب مجاني، لو بشركة بروح بتدرب شهر من باب أخذ خبرة أو شهادة، بس عم بتعب على حالي وببني إشي عشان أقدر أحكي فيه وأسوق فيه، تمام؟ فهاي الطريقة أنا بالنسبة لي هي الفعالة، هي الفعالة أكثر من موضوع البحث التقليدي اللي بنعرفه. طبعا الكونكشنز كمان الحلو انه انتم ممكن تضيفوا ناس بيعرفوكم، وهي صراحه انا واجهتها مع اشخاص بعرفهم، بيجي حدا بيبعث لي مسج مثلا بيحكي لي انه انا بدور على فرصه عمل، تمام، فانا فعليا بكون امبارح جاييني فرصه عمل وانا مش عارف انه هو عنده فرصه. فزي هيك انا بنصح انه اي حدا عنده فرصه يعني ببلش يدور على شغل، ما راح حد يعرف انك بتدور على شغل الا اذا نكشت الناس فعليا وبينت انك بتدور. فاذا انت مش خايف انه اذا انت كنت على راس عملك ومش خايف انه من الشركه تعرف او يصير في تضارب، فعادي نزل على لينكد ان انه شو خبرات اللي عندي واني ببحث على فرصه جديده فعليا، تمام؟ هاي شغله، فلازم انا اشارك. واذا انا باحث عن عمل اصلا ومش شغال بشركه برضه بشارك باللينكد ان انه انا حاليا عم بدور على فرصه. وزي ما حكيت لكم بدكم تكونوا اصلا اوريدي مسوقين لحالكم ومبينين ايش عندكم اصلا خبرات، وحتى تقنعوا الناس هدول بالموضوع، تمام؟ هاي مثلا شغله يعني من الشغلات الرئيسيه. هلا في مره شفت حضرت فيديو ل اتش ار يعني معروفه بالفيلد، نزلت فيديو حكت معلومه انه انتم ممكن كمان برضو توصلوا للاتش ار دايركت، اتوقع الاتش ار اسمها دانا متخصصه بالاتش ار بامور الاتش ار والتوظيف، كان لها فيديو بتشرح لشغله حلوه كمان عجبتني، انه ممكن ايضا الواحد يوصل للاتش ار اللي بالشركات ويبعث لهم دايركت مسج عشان يقنعهم انه انا والله انه بعرف انكم عم بتدوروا على فرصه فلانيه وهي عندي الخبرات هاي، وبتشوفوا اليه للتواصل مع الاتش ار دايركت. طب انتم هيك اختصرتوا للاتش ار فعليا جهد ووقت، وبالعكس الاتش ار ممكن يقدر الشخص اللي تواصل معه مباشره عنه شخص مبادر، عنه شخص بده يشتغل الى اخره، فممكن انتم فعليا بهاي الطريقه تاخذوا فرصه. فممكن ايضا هاي من الافكار انه انتم تتواصلوا دايركت مع الاتش ار، يعني تفوتوا بالسيرش على اسم الشركه بعدين تشوفوا مين الاتش ار مثلا، ضيفوا هذا الاتش ار عشان تتمكنوا من اضافه مسج لهم،
وبعدين او ارسال مسج لهم بعدين يعني راسلوهم وابعثوا لهم هذا الشيء تمام. فهي من الشغلات المهمه. طبعا انا بجوز مركز على موضوع البحث عن عمل بس ما بننسى موضوع انه انا حدا مثلا بشتغل ولسه كمان في فائده اعظم ممكن انا استفيدها وانا شغال وعلى راس عملي، كونكشنز الناس اللي عم تشتغل، الناس اللي عم بتبيع برودكت معين مثلا، في ناس ممكن نزلوا تكنولوجيا جديده فانا ممكن اراسلهم احكي لهم شو هذا الشيء اللي عندكم، بعثوا لي بروشور الى اخره، بيصير في بيننا ايميلات، بيصير كمان يعني في انفيتيشن ممكن انا اروح ازورهم، ممكن يعملوا مؤتمر الى اخره. فالموضوع يا جماعه كمان كونكشنز، مش بس توظيف ومش بس همي كمان اجد فرصه عمل، لا كمان في ليفل اخر من الناس اللي على لينكد ان عم بيستفيدوا منه من باب الكونكشنز الجديده. فدائما يا جماعه سواء كنتوا باحثين عن عمل او عاملين، خلوا عملية التسويق لحالكو مستمرة أول بأول عشان الناس تعرفكو. برجع بحكي لكو اعملوا بروفايل وضيفوا مليون واحد، إذا ما عملتوا ولا اكتيفيتي على لينكد إن ما حد حيعرف ببروفايلكو، أنتوا بروفايل خفي ما حدا بيعرف عنكو أي إشي فعليا، ولا راح تأخذوا ربع فرصة، هذا إذا كنتوا بتفوتوا عليه. ففعليا الموضوع مش هيك، اعملوا بروفايل، طوروا هذا البروفايل، ضيفوا ناس، وهلأ راح نيجي لموضوع مهم بإضافة الناس، وبعدين بلشوا سوقوا عن حالكم. طبعا سوقوا عن حالكم بإشي فعلا موجود، يعني احنا ما بدنا نغش بالنهاية، اذا سوقتوا عن حالكم بإشي وجيتوا لوقت المقابلة راح ينكشف الواحد اذا انه فعلا ما بيعرف بهذا الإشي. فلا بدنا يعني نكون نسوق حالنا بإشي فعليا موجود عندكم، بإشي فعلا تحكوا فيه وتاخذوا الفرصة. الصعوبة هاي الايام يا جماعة هي بانه الواحد يوصل للمقابلة، صارت يعني عشان العدد الهائل من السيفيات اللي بتنبعت للإتش آر، 500 سي في و 400 سي في، فصار هم الواحد إنه يوصل لفرصة المقابلة. وهاي كلها الشغلات اللي حكيناها هي أحد الوسائل ممكن توصلني لمقابلة. طبعاً بعيداً عن اللينكد إن ما بحكي لكم واسطة، وأنا ضد الواسطة اللي بتأخذ فرصة حدا، بس أنا مع إنه الواحد كمان يشوف شو عنده علاقات يوصلوه للمقابلة عشان هو يثبت حاله أو ما يثبت حاله. يعني هاي كمان أنا مع إنه تسعوا فيها، يعني نستغل هاي الورشة ونحكي فيها، لأنه نقطة مهمة جدا إنه أنتوا كمان شوفوا مين بتعرفوا ناس زملائكم، ما تستهينوا بالناس اللي جيلكم. يعني أنا جيلي أصدقائي اللي بيشتغلوا بالشركات ممكن هو بس يعطي ريكومنديشن إنه قابل فلان، هو شاطر بهذا المجال، توصلني مقابلة مش واسطة، هاي هو ما توسط لي إنه هو بحكي لي لا بده يشتغل هلا بغض النظر بفهم ولا لا، لا ممكن زميل إلكم، زميلة إلكم نفس العمر أنتوا يا جماعة، ما تستهينوا بأي شيء، ما تستهينوا بالعلاقات اللي عندكم شو ما كانت، أنتوا نفس العمر بس فلان بيشتغل أو فلان بتشتغل بشركة صار عندهم بوزيشن معين، ممكن بكل بساطة يعطوا ريكومنديشن للي بيوظف، خاصة إذا أنتوا كنتوا فعلا شاطرين تمام بمجال معين، يعطوا ريكومنديشن للي بيوظف يحكي له أنا بعرف فلان أو فلانة فعلا شاطرين بالمجال هذا بالبيوميديكال أو بالبي في أو كذا، ف أعطيهم فرصة وقابلوهم، قابلوهم وشوفوا شو وضعهم، مناح بتوظفوا مش مناح خلاص ما صار إشي. ففعليا هاي الشغلة منيحة، وترى الـ HR والأونر بالشركات بفضلوا هذا الإشي، ما تفكروا إنه إشي هذا مش مرغوب، بالعكس هم بيختصروا عليهم جهد ووقت بدل ما يقابلوا عشرات الناس، بالعكس فعليا لازم الواحد يطرق كل البواب اللي عنده يشوف مين ممكن أنا يفيدني فعليا. فهي بعيدا عن اللينكد إن، واحنا ممكن ترى نعكسها باللينكد ان زي ما حكينا، الواحد يسوق لحاله ينزل بوست الى اخره يوري انه انا موجود عم بدور على فرصه، وخاصه اذا الناس اللي على اللينكد ان بيعرفوا اوريدي انه هو هذا بفهم بالمجال الفلاني. فهي شغله يا جماعه، يعني هاي الشغلات اللي مبدئيا على اللينكد ان كموقع كمبدا خلينا نحكي في معلش انا راح ارجع للاسئله لانه شوي في فقرات هيك طويله، فما عشان ما نتشتت ساتر عشان ما نتشتت يا جماعة، فإن شاء الله برجع للأسئلة كلها. ففعليا اللينكدين في نقطة حكيت لكم بدنا نرجعها، موضوع الناس اللي بدنا نضيفهم، الناس اللي بدنا نضيفهم يا جماعة حاولوا قدر الإمكان تفلتروا بالناس اللي بدنا نضيفهم. شو يعني تفلتروا بالناس اللي بدنا نضيفهم؟ يعني أنا بشتغل مثلا بمجال هندسة الكهرباء مثلا، هلأ بحاول قدر الإمكان ما أضيف ناس كتير بعاد عن التخصص تاعي. يعني كيف كتير بعاد عن التخصص تاعي؟ يعني مثلا أنا ممكن ما أضيف ناس بيشتغلوا بالزراعة مثلا، أو ما أضيف ناس بيشتغلوا بالطب على سبيل المثال تمام، هو نادر الأطباء اللي عندهم لينكدين فيه يعني، بس أنه مش كتار، بس بكل أحوال يعني هو مثال عشان نقرب الصورة.
ليش طيب يا علاء؟ ضيف شو الشغلة يعني، ليش ماخذ الأمور بجدية وبجمود؟ ضيف كل حدا. لا هي مش هون الفكرة، الفكرة إنه أنا بدي هاي الصفحة الرئيسية ينزل لي فيها بوستات شوي تهمني، يعني أعمل فولو لشركة بتنزل معلومات بالطاقة زي هاي الشركة مثلا، أعمل فولو مثلا لشركة فيستاس عشان تنزل لي معلومات، أضيف شخص بيشتغل مثلا هون مثلا مهندسة بتشتغل بالطاقة أو مهتم بالطاقة ضايفها، فبتنزل إشي، نزلت شهادة لفتت نظري لموضوع من الشهادات، شهادة ممكن أنا أقدم لها، أو شهادة ممكن أنا، أو مجال ممكن أنا أقدم له. فعم بحاول قدر الإمكان أضيف ناس بتخصصي، يعني مثلا أنا بايوميديكال إنجينير مهندس طبي، بضيف بحاول أضيف ناس بيشتغلوا بالأجهزة الأشعة والتندرز والمجالات المختلفة. أنا مثلا مهندس صناعي بحاول أضيف الناس اللي بيشتغلوا بالوير هاوس، باللوجيستيك، بالسبلاي تشين، بالكيو اي كيو سي، هاي كل هالمجالات اللي ممكن أنا فعليا تهمني لما ينزلوا بوستات. لأنه تخيلوا معي يا جماعة جد، نتخيل مع بعض إنه أنا ضايف زراعة وطب وناس وبنوك وناس بيشتغلوا بوظائف مختلفة كليا عن مجالي، تخيلوا شو كمية البوستات اللي أنا بتصفح زي هيك، بنزل 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 بنزل، بلاقي شغلات يا جماعة عالم تاني. مين هدول؟ شو بيحكوا؟ عم بيحكوا بمواضيع إشي بالطب، إشي بتركيبة الشتل الزراعي، إيش هذا يا جماعة؟ أنا هنا بضيع، ما بستفيد من اللينكدإن، تمام؟ فهاي بدي تركزوا عليها باللينكدإن، إنه حاولوا قدر الإمكان، هي صعب تضبط بشكل كامل، ولكن بالنهاية أنتم ممكن تضيفوا مثلاً الأقرب لمجالكم، مجالكم والأقرب لمجالكم عشان تكونوا شوي ريليتد. طبعاً ممكن تضيفوا الأونر تاعون الشركات اللي أنتم مستهدفينهم كشغل، ممكن تضيفوا الـ HR، حتى كـ HR هو وظيفة مختلفة عن وظيفتكم، مش مثلاً مهندسين كهرباء ولا HR دارسين HR أو إشي له علاقة، ولكن بضيفهم لأنه هم أساس الإعلانات، هم أساس اللي بدهم يلقطونا من كوظائف، فممكن أنا أضيف جماعة الـ HR أيضاً. فركزوا يا جماعة على موضوع فلترة الناس اللي بدنا نضيفهم قدر الإمكان، تمام؟ أنا هذا الموضوع كنت مبلش فيه من البداية أول ما بلشت باللينكدإن، بعدين صراحة راح الموضوع من عندي، يعني فعلياً بده متابعة وبدكوا بطريقة منيحة إنه ما تضيفوا أي حدا، حاولوا قدر الإمكان ضيفوا اللي فعلاً ريليتد لتخصصكم. ما تنسوا موضوع حلو باللينكدإن، موضوع الفولو. أنتوا إذا حدا ضافكم وحسيتوه إنه مش مجال تخصصكم، تمام؟ وما عملتوا له أكسبت، وبالنهاية ممكن يكون عاملكم فولو، يعني هو متابع، يعني أنا مش إنه والله دكتاتور ولا أنا ما رضيت أضيفه ولا الموضوع شخصي، لا هو بالنهاية يضل متابع لكم، ولكن أنتوا طالما ما عملتوا أكسبت ولا فولو لهذا الشخص أو هاي اللي ضافتكم، ما راح تشوفوا البوستات اللي بتنزل منهم، فأنتوا فعلياً هيك حققتوا الإشي اللي بدكم إياه. فالموضوع أبداً مو شخصي باللينكدإن، الموضوع أنتوا يعني بدكم تفلتروا اللينكدإن زي هدول المواقع، نسيت في مواقع معينة بتصير تحطوا اهتماماتكم، فهو بيصير يطلع لكم بس الأخبار اللي بتنزل بهاي الاهتمامات والتكنولوجيا اللي بتنزل بهاي الاهتمامات. نفس الاشي انتوا بدكم تعملوا، بس الموضوع شوي مانيوال باللينكدين، يعني انتوا بدكم تصيروا تلعبوا بالموضوع بطريقة فعلا انها يعني يكون لينكدين جد فقط يعني مفيد لكم، عشان لما تنزلوا هون تستفيدوا، ما يطلع لكم بوستات شوي بعيد عن المجال، لا تطلع لكم بوستات نوعا ما بتفيدكم، بهمكم انكم تقرؤوها، لانه مش معقول اضيع وقتي وانا بنزل اشوف اشتال واشوف تكنولوجيا بالطب جديده واشوف عمليه فتح قلب وقلب مفتوح. لا يا جماعه انا بدي انزل، يعني بدي اضيف ناس عشان يعني يفيدوني بالشغلات اللي بينزلوها كمان، وكمان يصير في بيننا كونكشنز، يعني هذا الاساس. هلا ما تنسوا تعملوا فولو للشركات هون من السيرش، وتضيفوا الناس اللي بيشتغلوا بهاي الشركات، يعني على سبيل المثال مثلا شركة طاقة بنحكي ايتاماكس على سبيل المثال، تمام؟ من شركات الطاقة الأردنية، تمام؟ طبعا يعني هو مثال للذكر فقط حتى نفهم الموضوع، يعني أكيد مع الاحترام لكل الشركات فقط هو مثال يا جماعة. فعندي هون طبعا الشركة بعملها فولو، أنا عاملها أصلا فولو، وهون بتقدروا تشوفوا الامبلويز بهاي الشركة عشان تعملوا لهم إضافة، يعني أنا هون عملت فولو لشركة طاقة، تمام؟ وعملت لها يعني فولو عشان أشوف شو بينزلوا، لأنه فرص العمل بتنزل من خلالهم ترى كمان، يعني على البيج تاعت هاي الشركة تنزل فرصة العمل، فأنا ممكن أعملها فولو أول إشي، بعدين أنزل هون أضيف الناس اللي بيشتغلوا بهاي الشركة لأنهم ريليتد لتخصصي وبهموني يكون عندي، تمام؟
فهنا يعني اللي محطوط جنبهم كونكت يعني لسه مش مضيوفين، فبتعملوا لهم يا جماعة كونكت. ممكن تحطوا نوت كمان لما تضيفوا ناس تعرفوا عن حالكم، من باب انه الشخص هذا يحكي انت على اي اساس، انا ما بعرفك ولا بتعرفني، اي اساس ضفني. هلا الموضوع مش شخصي وما فيه اشي غلط، يعني لو الواحد ضاف ناس مش بالتخصص، بس فعليا ممكن انه الواحد يستفيد يستمر هيك. ممكن انه الواحد يعني يضيف حتى لو ما بعرفه شخصي فعليا، حتى لو انا ما بعرف هذا الشخص عادي ممكن انا اضيفه. بالنهايه ما في شيء يعني ممنوع انه اذا انا ضفته لا راح يصير زعل، لا عادي الواحد بيضيف 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 طالما هم ريليتد لهذا التخصص. تمام، فدائما فوتوا على الشركات اعملوا لها فولو وضيفوا الناس اللي بيشتغلوا بهاي الشركات، ضيفوا الاتش ار اللي بيشتغلوا بهاي الشركات لانهم مصدر الاعلانات حيكونوا. تمام، حتى الاتش ار هم مصدر الاعلانات، الاتش ار لما تضيفوه او تضيفوها هم اللي بينزلوا اعلانات كبوست عادي، فبرضو ضيفوهم، فيركزوا عليها يا جماعه. تمام، هاي من الشغلات اللي كمان بحب احكي على لينكدين. لينكدين فيه جوبز، تقدروا تبحثوا جوبز من هون، هون تقدروا تبحثوا جوبز، يعني بتحددوا هون الكنتري جوردن، بس يعني صراحة الأردن مش كتير بطلع فيها إعلانات، أو الإعلانات بتطلع على الأردن صراحة لاحظت إنها شوي أدفانس الوظائف، بيكون خبرة 5 سنين 10 سنين بيكون شوي يعني خبرتها. مثلا سولر، نجرب نبحث سولر بالأردن، أوكي نشوف إذا بطلع لي إشي. طلع لي فرص، طبعا لازم الواحد يقرأ بدقة إنه ممكن تكون كلمة سولر هي مش المسمى الوظيفة، ممكن تكون جزء من الديسكريبشن تاع الجوب. تمام، فيعني ممكن يكون بس مجرد كلمة ذكرت للسولر. مثلا لوجيستكس، ما بعرف لوجيستكس، نجرب للناس اللي بيشتغلوا هندسة صناعية. هي في بروكيورمنت أوفيسر مثلا، يعني ممكن يطلع شغلات ريليتد. هي emergency supply chain management consultant، طبعا الاكسبيرينس انتم بتفوتوا بتعملوا ابلاي من هون وبتفوت في منظمات كتير بينزلوا. اللي بده يتدرب بالمانيا يا جماعه، المانيا كتير بينزلوا انترنشيب على لينكد ان، يعني بس اكتبوا انترنشيب سولر جيرماني بتلاقوا مليان انترنشيب. بس طبعا يعني اليه الطلع على المانيا هاي شيء يعني لها ديتيلز معينه وتفاصيل معينه. تمام، فهي شغله من الشغلات. طيب نيجي لكمان احد الشغلات اللي بدي احكي لكم اياها، ويعني هي اخر موضوع تقريبا بدنا نحكيه على لينكدين، بعدين نشوف اذا في حدا عنده اسئله. وحاولوا يا جماعه اذا حدا عنده اسئله اكتبوها من هلا على اساس انه يعني اجاوبكم عليها لايف بدل الكومنتس. تمام، بس نشرب شوي. انا معلش حكيت بسرعه يمكن، بس هيك عشان ننجز نكون يعني المعلومات وراء بعض. وانا اللي بتمناه كمان انه هاي الورشه مش تكون ورشه وخلص تحضروها، لا تبلشوا تطبقوا، واي سؤال بدكم اياه ابعثوا لي، ابعثوا على الصفحه وابعثوا لي دايركت يعني معمول لي تاج، او ابعثوا او اكتبوها بالكومنتس تاعت اللي مشير على الصفحه وبجاوبكم عليها. بس اشتغلوا، بلشوا اشتغلوا على الموضوع لانه مهم. انا بحكي لكم عن تجربه شخصيه وتجربه شخصيه لاصدقاء لي اشتغلوا وحصلوا فرص حلوة، مش بس فرص عمل، فرص تدريب، فرص مشاركة بمؤتمرات، فرص لكونكشنز فتحت لهم بواب ضخمة من اللينكدين. ما تستنوا انه بيوم وليلة، لا اشتغلوا عليه بكل الأحوال. جاب لكم فرصة عمل ولا لا، انتم مش خسرانين يا جماعة. يعني لو ما جاب لي فرصة عمل أنا مش خسران، على الأقل استفدت معلومات، شفت شو بينزلوا الناس، شفت شو في شهادات، شفت شو في برامج شغلات بيشتغلوها الناس، كيف بيطوروا حالهم. انتم مو خسرانين أبداً لو ما حصلت فرصة. فاطلعوا على لينكدين كموقع عم بيفيدني كثقافة كعلم كفائدة شخصية، وإذا فادني بشغل ممتاز، هاي فائدتين صار عندي. تمام، نيجي لآخر جانب البروفايل. بروفايل اتعبوا عليه زبطوه، دائما يعني حشارك لكم البروفايل بالكومنتس إذا بتحبوا تفوتوا على البروفايل تشوفوا إيش ممكن تضيفوا شغلات وإلى آخره. هلأ هون خلينا او خلص، لا مش مشكله، اتوقع واضح ما مكتوب. اوكي هلا هون طبعا الاسم والشغلات هاي، هون ممكن ترفقوا السي في وال يعني ممكن هون تعملوا ابلود لاي شيء بدكم اياه. مثلا انا بدي اعمل ابلود للسي في، بدي اعمل ابلود للسيرتيفيكيتس اللي عندي، بتعملوا لها سكان وبتعملوا لها ابلود، طبعا بدها ابديت عندي. فدايما نزلوا حاولوا عدلوا واعملوا ابلود مره ثانيه، عدلوا واعملوا ابلود مره ثانيه. ممكن هون تضيفوا السمري تاعتكم انه انتوا ايش بتشتغلوا شو خبرتكم الى اخره. تمام، هون بيطلع الناس اللي ممكن فاتوا على البروفايل تاعكم بفتره معينه، ما بعرف كيف اليتها،
كيف بطلعوها هو هدفات خلال شهر خلال فترة، بس كثير ناس ممكن تفوت على بروفايلكم بس ما تطلع هون بهاي اللافت على اليمين. تمام، هون بنزل بحط الاكسبيرينس، شو الخبرات تاعتي، وين اشتغلت مثلا، بحط كل شركة اشتغلت فيها، شو البوزيشن، ممكن انا احط كمان شو الريسبونسابيلتيز اللي انا كنت اعملها بهاي الشركة مثلا، ممكن احط مثلا والله بهاي الشركة كنت مسؤول عن البلانينج الديزاين الى اخره. هذا جزء من التسويق يا جماعة، انه انتوا لما تكتبوا والله انا اشتغلت بهاي الشركة، طيب اشتغلت بهاي الشركة، شو كنت تشتغل بهاي الشركة، شو انت كيف راح تفيدني بالشركة اللي بدك تروح عليها. هاي الفكرة يا جماعة، انه انت شو كنت تشتغل بهاي الشركة عشان اعرف انت كيف راح تفيدني بالشركة اللي بدك تروح عليها. فدائما حاولوا سوقوا لحالكم، يعني حطوا responsibilities بتاعتكم، شو المسؤوليات، شو كنتوا تعملوا الى اخره. هون مثلا حتى كنت اضيف جاليري، يعني كنت احط responsibilities جاليري تزيد زي المصداقية وشوي مظهر جمالي اصلا للبروفايل، زائد انه بتزيد المصداقية، زائد انه اذا انا مثلا اخذت شهادة تقدير، اخذت درع مثلا من الشركة هاي، احط هذا الدرع اعمل له ابلود، اخذت شهادة تقدير من هاي الشركة اعملها ابلود تحت البوزيشن تاع هاي الشركة. برضو هذا يا جماعة ممكن تعتبروا بروفايل اللينكد ان زي كأنكم شارين ويب سايت خاص فيكم باسمكم. يعني ايش بدكم احلى من هيك؟ اللينكد ان عاملين لكم مساحة، هاي المساحة بتتيح لكم تعرضوا ايش عندكم انتم اصلا خبرات. فهذا اشي رائع يا جماعة، يعني اشي كتير بحسه ممتاز ومجاني، فانتم ممكن تستفيدوا. فهي كل شركة كنت احط شو الريسبونسابيلتيز، حتى التدريب اللي بيجي بيحكي لي انا فريش وشو بدي اعمل، شو بدي احط، بلشوا الانترنشيب بالتدريب يا جماعه. هون اول شركه تدربت فيها حطيت، من هون بلشت احط، اخذت منهم مثلا شهاده تقدير حطيتها، اعطيت مثلا شغله زي سيشن او شغله معينه، حطيت صوره الى اخره. كل هاي بتزيد المصداقيه. الاديوكيشن طبعا بتحطوا الاديوكيشن تاعتكم، شو تخصصكم، اذا كان المعدل مغري بتحطوه، اذا مش مغري انسوه ما تجيبوا سيرته احسن، يعني لانه ممكن انتم تكون عندكم خبرات يعني تطغى على هذا الجانب وتعوضوا الامور، ولكن اذا كان هو فعلا عالي ففرصه حلوه تحطوه. كمان المدرسه ممكن تحطوها ممكن تلغوها، بس يعني مرات هاي الامور بتدل على الفتره اللي انتم امتى تخرجتوا من المدرسه، امتى بلشتوا جامعه، كم اخذت معكم الجامعه، هي شوي بتعطي انديكيشن معين للناس اللي بيوظفوا مش بشكل رئيسي. طبعا الشهادات بتحطوها، اي دوره بتاخذوها حطوا شهادتها، وبلشوا شيلوا الشهادات حسب الاهميه، يعني ما تخلوا كل الشهادات. يعني انا جديد وعيت انه حاط شهادات للاردوينو، صار عندي خبره مثلا بمجال معين 6 سنين وانا لسه حاط شهاده الاردوينو ضمن السيرتيفيكيتس. طب الاردوينو هي ما بتفيدني باي شغل راح اشتغله بمجالي، ليش حاطها لسه؟ تعبايه عدد. فانا انتبهت لهي النقطه وتذكرتها مؤخرا يعني، فرحت شلتها. فدائما ضلكوا ابديت يا جماعه بموضوع الشهادات، بموضوع اي شيء، ما تنسوا حالكم يعني، دائما ضيفوا ضيفوا اول باول، اي شيء بتعملوه ضيفوه، واي شيء حاسينه مش مهم وبطل الى اولويه شيلوه. يعني انا اول ما صار ما في اولويه لموضوع شهاده الاردوينو خلص، ليش هي تعبايه عدد، شلتها على السريع. ف هاي شغله سكيلز، هون بتحطوا شو انتم عندكم سكيلز، وبتحطوا كمان الـ يعني ايش عندكم انتم سكيلز، والناس بتصير تيجي تحط زائد. طبعا كلها نص هاي السكيلز مجاملات بكونوا الناس، وفي النص الثاني حقيقي. فعادي جدا يعني ناس ما بتعرفوهم يجوا يعملوا لكم بلس على شيء بجوز بتعرفوا فيه بجوز لا فعليا، او بجوز انتم ما بتعرفوا انه ليش ضفتوا اصلا. ففي مرات ناس فعلا بيحطوا بطريقه حقيقيه وبطريقه دقيقه، وفي ناس لا بطريقه مش دقيقه بيكونوا حاطين هاي البلس اللي هي زي مصداقيه، انه انا هون بصير اضيف سكيلز، انا بفهم بالرينيوبل، بصير الناس اللي بتزور بروفايل تحط زائد انه علاء بفهم بالرينيوبل وهكذا. فهي حلو السكشن اهتموا فيه. واهم سكشن الريكومنديشن، يعني هون كنت كل حدا بشتغل معه يحط لي اطلب منه ريكومنديشن، يعني سواء بالجامعه سواء بال يعني حتى كثير انا من الناس اللي بيهتموا كثير بموضوع الريكومنديشن، بلشتها من صديق إلي بالجامعه حط لي ريكومنديشن بناء على شغلنا مع بعض. حمزه مثلا كنا شغالين بالمشروع الى اخره، وبعدين اشتغلنا بشركه، فحط لي يعني ريكومنديشن بناء على هذا الشيء. مهندس سامر زوايده مثلا اول ما اخذت عنده دوره طلبت منه انه يحط لي ريكومنديشن بناء على يعني تعامله معي بالدوره، كيف كنت بالدوره الى اخره. نفس الشيء مهندس محمود لما اشتغلت بشركته باول شركه تدربت فيها برضه حط لي ريكومنديشن. مهندس شذا نفس الشيء اشتغلت معها بشركه فحطت لي ريكومنديشن وهكذا. في كمان مهندسين ثانيين برضه عملوا لي ريكومنديشن هلا بموضوع التريننج كمان اللي بشتغل فيه.
فالريكومنديشن بس بدي احكي لكم نقطه مهمه، ما تيجوا تطلبوا ريكومنديشن من حدا بعد ما تكون العلاقه بيناتكم بيتت. يعني تخيلوا انا اجي مثلا كنت شغال عند حدا اكس من الناس، اجي بعد 5 سنين اتذكر والله بدي منه ريكومنديشن، خليه يكتب لي، ابعث له مسج. انا صارت معي بعد 2 سنين بعت لحدا مسج خلاص نسيني، يعني انا نسيت شو كنت شغال يعني، او ايش كان الاشي اللي بيجمعنا فعليا. فصراحة يعني اذا ما اخذتوا ريكومنديشن اول باول انسوا الموضوع، حاولوا دائما ريكومنديشن خدوها وهي يعني حامية، خدوها وهي لسه فريش، مش يكون بيت الموضوع وتتذكروا اليوم جلسة الريكومنديشن، اليوم يوم الجمعة، اليوم بدنا نعمل قعدة ريكومنديشن، تعملوا هالقهوة بتبلشوا تبعتوا مسجات يلا اعمل لي ريكومنديشن اعمل لي ريكومنديشن، بكون اصلا علاقتكم زمان انتهت، بكون اصلا هاي الشركه طلعتوا منها زمان، بكون هذا فلان او فلان اشتغلوا بشركات تانية ونسيوا الموضوع. فدائما خلصتوا من الجامعه اطلب ريكومنديشن من الدكاتره مثلا، خلصتوا من الشركه تدربتوا فيها انترنشيب اطلبوا من المهندسين اللي هناك او الاونر ريكومنديشن، احكوا له اذا ممكن تعمل لي ريكومنديشن صادقه بناء على تعاملنا مع بعض، خلصتوا من شركه اكس ريكومنديشن، وهكذا صار شغل جانبي مش بشركه، اطلب ريكومنديشن يا جماعه. فبلشوا فيها وانتم بالجامعه واول باول، برد بركز لكم اول باول، لانه موضوع تكون علاقتكم مع شركه او شخص انتهت من فتره سنه 2 وتردوا تطلبوا ريكومنديشن صعب تحصلوها. زائد صراحه لما اكون بشركه واطلب من حدا ريكومنديشن انا بضل اذكره عبين ما اخذ الريكومنديشن، يعني مره مرتين بكتب الريكومنديشن. فهي برضه فرصه لكم انه انتم موجودين عند الناس، يعني برضه تذكروهم بالريكومنديشن بدكم اياهم. فركزوا على هذا الشيء يا جماعه، مهم كثير، لانه البروفايل هو الواجهه تاعتكم، هو اللي من خلاله الناس بتعرف انتم ايش بتفهموا بهذا المجال، وبتعطي مصداقيه لكم اكثر. يعني هلا انا كل جانب التسويق حطوه على جنب، وجانب الريكومنديشن لحاله جانب اخر بحد ذاته. يعني الناس لما تشوف انه انتم فلان وفلان وفلان وكلهم بوزيشن ممتازه صادقوا على الخبره اللي عندكم، هذا إشي بعطي مصداقيه اكثر لكم ويعني قوه اكثر لكم. هون طبعا بتحطوا اذا في شهادات جوائز مثلا بتحطوها، اذا في او شهادات تقدير، اللانجوج، المنظمات، البروجكتس. كمان البروجكتس مهمه، هي جزء من التسويق. يعني انا هون بحاول اضيف اغلب البروجكت اللي بحسها مميزه. ممكن انا اكون شغال 100 مشروع بس مش معقول اضيف 100 مشروع متشابهين ببعض واعبي اللينكد ان فيهم، لا انا بحاول اضيف نماذج مشاريع كل واحدة بتعطي انديكيشن انه علاء اشتغل بطبيعه هاي المشاريع، علاء اشتغل بطبيعه هاي المشاريع. يعني مثلا ركب جهاز، مثلا جهاز طبي سي تي مثلا بتكنولوجيا معينه، مشروع يعتبر، فبحط اني انجزت هذا الشيء، جهاز ضخم بالملايين بحط هذا الشيء، تمام. فالموضوع جدا مهم، وجد بعطي كمان انديكيشن انه انتم فعلا يعني مصداقيه انه انتم اشتغلتوا هاي المشاريع، خاصه اذا بتكتبوا الكرييترز تاعون المشروع. يعني هون انا بحط مين الناس اللي يعني شاركوا بهذا المشروع كذا وكذا وكذا، هذول يعني الاشخاص بحطهم بروفايلاتهم، هذا بيزيد المصداقيه يا جماعه، تمام. طيب نشوف بس هيك سؤال. الرساله التوصيه، هذا بس سؤال سريع عشان قريب لموضوعنا يا جماعه، بدي اخذه من مهندس راشد. رساله التوصيه هي من يعني اول شيء لازم انا اكون ضايف الشخص، تمام، لازم يكون كونكشنز عندي، ما بزبط اعمل له فولو ابعث له مسج ما برضى، لازم اضيفه. وفي قسم صراحه انا يعني ما بعرف مين اصلا عندي فريند، و انا بدي اجرب تجربه يا جماعه بعرفش هون يعني، لان انا مجرب على الموبايل بس الديسكتوب اعتقد من هون هيها بالضبط، هي من الموبايل ببعث لكم هيك سكرين شوت بحطها، بس من الديسكتوب هي من هون. مثلا مهندس محمود انا عندي يا فريند، بروح على المور ريكويست ريكومنديشن. شو علاقتي مع محمود؟ والله محمود كان مديري مثلا بشكل مباشر امتى؟ لما كنت بحنانيه على سبيل المثال، بعمل نيكست بوصل محمود مسج، طبعا اذا كنت واصله برد بحكي لكم، اذا كنت ضايفه عفوا، بوصل محمود مسج انه محمود ممكن تكتب لي ريكومنديشن، وتحت في لينك بوصل لمحمود للمهندس محمود،
بحيث انه اي شخص يفوت على هذا اللينك ويكتب يعني هو يعني مثلا انا لما يوصل اللينك هذا دغري مهندس محمود بفوت على هذا اللينك وبكتب الريكومنديشن مباشره عندي. فهي الطريقه باشمهندس راشد والجميع تمام. وانا بعتذر مهندس محمود لانه اخذت مثال على حسابك فبعتذر منك مبدئيا و بس ان شاء الله يعني الكل بيستفيد من هذا المثال. فيا جماعه هذا بما يتعلق باللينكد ان، بما يتعلق بالبروفايل كيف ممكن نصيغه، كيف ممكن نتعب على البروفايل، دائما ابديت اول باول، عدلوا ضيفوا اعملوا فولو لشركات، اعملوا فولو لناس جداد. هاي مبادئ اللينكد ان هي واحده ما بتتغير فعليا، فدائما ركزوا على هاي الامور يا جماعه. يعني هيك مبدئيا انا حاولت اغطي اللينكد ان، اعذروني اني كنت مستعجل لانه حاولت قدر الامكان يعني احكي عن المعلومات المهمه. هلا بدي احاول ارجع للاسئله ان وجدت، وحاولوا انا هلا يعني برجع للاسئله اسالوا اذا عندكم شيء كمان، على اساس انه ما في وقت معين، انا السيشن نفسها هي ساعه بس عادي اذا عندكم اي اسئله اسالوا حطوا سؤالكم وهيني انا برجع للاسئله على الموبايل. بس انتوا هلا بدي ارجع للاسئله القديمه واكتبوا اي اسئله جديده عندكم. خليني اشوف شو في اسئله منه نريح شوي. الله يعافيكم يا جماعه. والبث حيضل مصطفى حيضل ان شاء الله. في عادل مشاركنا هيك مشاركة حلوة، بيحكي انه ممكن انا يكون زي اعملها زي شغلة هابت هيك، خلص شغلة روتينية تكون، انه والله مثلا انا احدد، وهي شغلة حلوة بالتنظيم، يعني المتعود انه ينظم تاسكات حياته بشكل عام هاي الشغلة ممكن يطبقها انه يحولها لهابت، انه انا والله مثلا ممكن انا اخصص 10 دقائق اتليست 5 مرات بالاسبوع مثلا من الاحد للخميس مثلا. 10 ما راح تاثر عليكم، وممكن بعدين تصيروا انتم يعني اذا اندمجتوا بالموضوع اكثر يبطل الموضوع زي كأنه هابت او شيء انا بعمله لانه لازم اعمله، لا ممكن تصيروا بطريقه او باخرى انتم تندمجوا بالموضوع لا شعوريا، تصيروا تستخدموا اللينكد ان لفترات اطول. بس برضو انه اذا كعشر دقائق مينيمم بشوفها كثير منيحه، احسن من الواحد ما يشتغل ابدا على موضوع اللينكد ان، فهذا شيء منيح. عمار بيسأل الشركات لما بتيجي تبحث عن حدا معين شو طريقة البحث اللي بيعملوها، يعني مثلا عن طريق اني منزل بوست وحاط هاشتاج او عن طريق صديق الى اخره. هلا انا ممكن شرحت هذا الاشي ضمنيا باللينكد ان، بس هي يا جماعة بالنهاية الشركات لما تدور على حدا في كثير طرق. اول اشي بنزلوا الاشي التقليدي الاعلان، ممكن ينزلوا الاتش ار على مواقع بيت واخطبوط ومواقع التوظيف الخاصة، بنزلوه حتى مرات على الصفحة الرسمية على السوشيال ميديا زي الفيسبوك واللينكد إن، بنزلوا هاي الفرصة. الـ HR اللي بالشركة فلانية بنزل هاي الفرصة أيضا عنده على البروفايل الشخصي على اللينكد إن. وين كمان ممكن ينزل في الشغلات زي هيك، يعني ممكن شخص زي ما حكيت لكم الـ HR، وصارت معي وبتصير مع ناس كتير، وصارت معي انه ناس يحكوا لي الاتش ار طلب منا كذا والاتش ار طلبت منا كذا، انه الاتش ار بتسال مهندس او مهندسه ثقه بالشركه بتحكي لهم تعرفوا حدا شاطر للبوزيشن الفلاني، فبتصير الموضوع ريكومنديشن. فهي احد الشغلات عمار كمان ممكن اني انزل بوست وهاشتاج، يعني ما انا شخصيا ما جربت فما بدي افتي لك فيه احكي لك بتفيد او لا يعني، بس اعتقد انه يعني ما حيكون الـ HR إنه يفوت على هاشتاج معين ما بعرفه هو، يعني الهاشتاج بالنهاية إشي معروف بيكون، ف يعني أنت شو ما نزلت هاشتاج هل الـ HR بيعرف هذا الهاشتاج إنه هو خاص للناس اللي بدوروا شغل؟ لا ما أتوقع في إشي هيك مميز، بوجهة نظري بس ما بعرف إذا بتزبط أو لا. فهي شغلة، فهي الشركات هيك بتعلن على الويب سايت بتعلن، وبالتالي بيشيروها طبعاً بالسوشيال ميديا. بالنهاية صرت احس اللينكد ان والسوشيال ميديا اكثر مشاركه للاعلانات من حتى بجوز اخطبوط وبيت فيهم، بس بالنهايه كمان كله مرجعه عشان ينتشر بالسوشيال ميديا، حتى اخطبوط وبيت الفرص اللي هناك تتشير على السوشيال ميديا. خليني اشوف كمان ايش في اسئله. رساله التوصيه حكيناها. مجد ابو نعمه الله يعطيك العافيه، الله يعافيك صديقي، بالنسبه لمشروع التخرج ممكن اضيفه على السي في
وممكن يفيد إذا كان صراحة ريليتد للشغل. يعني أنا إذا مثلا أحكي لك مثال هيك بعيد، أنا مثلا بدي أشتغل بشركة طاقة شمسية مثلا، إذا عامل مشروع بالكوميونيكيشن بالاتصالات 4G و3G بجوز ما يفيد أصلا، بختصره ما بحطه. أنا حرفيا ممكن ما أحطه، ممكن أحطه عشان إذا في إلو جريد معين ممكن يعطي إنديكيشن، بس ما رح يفيد بشكل مباشر. فإذا حسيت إنه المشروع بعيد شوي عن مجال التخصص فيمكن ما يفيد. بس بالنهاية يعني إذا كان ما له علاقة بمجال التخصص حاول ما تحطه بالسي في بمكان كبير وتحط الديتيلز تاعته، يعني ذكر سريع بس مش أنا أحط عليه فقرة ضخمة لمشروع التخرج ويوكل من السي في صفحات أو صفحة أو نص صفحة، وهو أصلاً مشروع بجوز ما يفيد داخل الشغل بالإشي العملي أو جانب العمل. فهي برضو جانب يعني أنت بدك تحلل وتشوف هل المشروع بيفيدني أو لا. أنا هاي برضو وجهة نظري كمان، يعني بالنهاية خذوا أكثر من رأي. نور عبد الله حيضل، الله يعافيك، رح يضل إن شاء الله، رح يضل المفروض مسيف، أنا مشيره من الزوم بس يفترض أنه يضل مسيف. في سؤال من روان أيضا، يعطيك العافية، الله يعافيك، لو مهندس تدرب بمجال معين وأخذ دورات ومر عليها وقت لأنه ما كان عنده لينكدإن بقدر يعمل أكاونت وينزلها؟ أكيد ممكن الواحد ينزلها، بس أهم إشي يا جماعة تنزلوا إشي باللينكدإن أو بالسي في اسم دورة اسم شغلة بتفهموا فيها وتيجوا بالمقابلة ويصير معكم موقف ديروا بالكم. أنا صارت معي، هاي صارت معي إنه أنا ركزت تخصصي كله بالطاقة المتجددة، بس كنت أنا ماخذ دورة بالاتصالات، تمام، دورة من النقابة ماخذها، كانت سعر رمزي بس خلص بدي كنت أتعرف على المجالات ومصر أخليها بالسي في، خلص تعباي، هيك كانت وجهة نظري. عبي السي في، هاي النظرة الغلط كانت، عبي السي في شو ما تقدر، حط بتكبر السي في وبتعبي الراس، ماذا الإشي طبعا غلط طلع. فلما قابلت يعني أول سؤال أنسأل فيه، وهي شركة طاقة متجددة، أول سؤال أنسأل فيه اتصالات، تخيلوا يعني. فليش الواحد يحط حاله بموقف زيك؟ إنه هو لفت نظره إنه في 4G بالموضوع، هو شكله بيعشق الفورجي اللي قبل، فيسألنا أول سؤال بالفورجي، فانتبهوا ليش تحطوا حالكم بهيك موقف. لا أنا ما بحط الإشي اللي صعب أراجعه. بس روان إذا أنت عندك قدرة تراجع الشغلات هاي إذا إجتك هلأ، حطيهم بالسي في، حطيهم باللينكدإن، وبكرة تيجيك مقابلة اسألي حالك هذا السؤال، إذا جتني بكرة مقابلة هل عندك قدرة تراجعي هاي الدورات أو مواضيعها أو مواضيع اللي أنت حاطة أنك تفهم فيها؟ إذا خليها، بالعكس تسويق إليك، إذا لا شيليها. إذا فعلا صعب تراجعيها بالمرة وأخذتيها من هون وطلعت من هون، يعني نحكي بصراحة لا ما تحطيها، لأنه ممكن تنحرجي بالمقابلة، ممكن أي حد، وأنا انحرجت بالمقابلة حكيت لكم كيف. فلا ما أحط إشي أنا ما بفهم فيه أو ما عندي قدرة أراجعه، يعني بجوز أنتوا فهمتوا فيه بوقتها، بس إذا ما عندكم قدرة تراجعوه لو جاتكم مقابلة بعد بكرة أو بكرة لا ما أحطها بالأساس. فهي هاي القاعدة يا جماعة، حطوا شو يعني أي إشي بدعم بالسي في حطوه حتى لو ناسينه، ولكن كونوا مقتنعين إنه أنا إذا جتني مقابلة بكرة هل بقدر أراجع موضوع هذا الإشي اللي أنا حاطه وأجاوبه ولا لا، ولا حنحرج. فإذا لا حنحرج وصحب أراجعه بدي شهر أراجعه، لا ما بحط حالي بهيك موقف صراحة. فهذا هو يعني الجواب صراحة المختصر. فهاي شغلة يا جماعة، بس ثواني، هذا ما شاء الله حظ بده يطفي. بس عشان بقرأ من الموبايل. طيب تمام، اوكي تمام. يعني هاي يا جماعة إجابة السؤال، فيعني اعتقد هاي الأسئلة، ما بعرف للآن مش طالع عندي أسئلة، هو في لاج بسيط أو يعني فترة بين الزوم واللينكد إن، بين الزوم عفوا والفيسبوك بجوز ثواني يعني 10 ثواني. بس مبدئيا أن آخر سؤال من روان كان، الله يعطيكم العافية جميعا، يعني إحنا هيك ممكن ننهي. بس أي حد عنده استفسار حطه بالكومنت أو راسلوني مباشرة، بروفايلي موجود بالبوست فممكن تراسلوني، وأي شيء بدكم يا أنا جاهز يعني، وحطوا ممكن بالكومنتس على البوست نفسه بجاوبكم فيه، حتى لو في سؤال خطر لكم ممكن تحطوه بأي وقت يا جماعة، تمام. ورجاء حاولوا يعني اشتغلوا على لينكدإن، مفيد. أنا ما بحكي لكم يعني من باب نعبي ساعة زمن، أنا فعليا لأنه الظروف اللي هلا بنمر فيها هي ظروف صعبة، يعني بجوز أصعب من الفترة الماضية، وبتعرف الفترة الماضية كنا أصلا بندور على شغل،
تمام، يعني الأغلب كان يدور على شغل، فلا ليش أنا أحط يعني ليش ما أكون مستعد من البداية؟ فبلشوا من هلا يعني، ما تستنوا الموقف ليصير، لا بلشوا من هلا فعليا. والظروف صعبة، أنا مدرك أهمية اللينكد إن، عشان هيك عملت الورشة هاي، لأنه فعلا مفيد وللي بيشتغل عليه صح. وبرجع بعيد لكم، راح يمر عليكم ناس يحكوا لكم اللينكد إن حكي فاضي، زي هيك راح يقول لكم حرفيا. لو سألتوهم هدول الناس شو أنتم بتشتغلوا على اللينكد إن، راح تكتشفوا إنه هم أصلا ما بيشتغلوا على اللينكد إن، هم مش فاهمين شو مبدأ اللينكد إن، بفكروا موقع توظيف، اعمل بروفايل ضيف ناس وخلص. وإحنا كل الورشة حكينا إنه هذا الإشي خطأ، مش هيك المبدأ. فما تطلعوا على حكي الناس، طلعوا على التجارب، طلعوا على الناس كيف حصلت فرص. زي ما حكيت لكم، هي مش بس تجربة كثير أصدقاء بعرفهم شغالين بنفس الآلية وحصلوا كثير فرص ممتازة من وراء هذا الإشي، وفتحت لهم باب حلوة. فاطلعوا على لينكد إن كموقع، ما رح يضركم، ما جاب لكم شغل، بالعكس هو يعني هو فائدتين، إما فائدة كونكشن وأستفيد معلومات وأقرأ مقالات وشغلات بمجالي، والفائدة الثانية إذا تحققت خير وبركة وممتاز وأحسن وأحسن أني أحصل من خلالها فرص. بس بأسوأ الحالات أنتم مخدين فائدة، مش منضرين أبداً أبداً، ما في أي ضرر بالمرة، في فائدة واحدة على الأقل أخذتوها. تمام، هاي بما يتعلق باللينكدين. فبتمنى تبلشوا تشتغلوا عليه، اللي عنده صعوبة باللينكدين بعتوا لي يا جماعة، استغلوا هاي الفترة، استغلوها، بلشوا أسسوا ابنوا على اللينكدين. بتعرفوش حتى الفرص كيف راح تصير عن بعد هلأ مع كورونا، والشغل عن بعد صار ألحلح شوي، يعني صارت الناس شوي تتقبل الشغل عن بعد، يعني كل شيء صار عن بعد أبسط، يعني حتى أنا على مستوى دورات صار الموضوع مقبول بالنسبة إلي وللمتدربين، يعني بالعكس كان يعني عادي، أمور مقبولة كشغل كميتنج، كل شيء صار مقبول هلأ. فبرضو ما تستبعدوا أنه يصح لكم فرصة عن بعد دولة تانية، ف يعني ضلكم مستعدين دائما، اعملوا كونكشنز بمجالكم الا تجيكم فرصه، يعني هذا الشيء اللي انا بامن فيه دائما. واحد يعني الفرص دائما بتيجي، بس أسوأ شيء لما تيجي الفرصه هيك تمر قدامكم وانتم مش مستعدين وتضلكم مكملين وشايفينها وهي رايحه من عندكم. فهاي شيء سيء جدا يا جماعه، انكم تشوفوا فرصه بتمر قدامكم وانتم هيك صافنين، يعني مش عاملين شيء لانه مش مستعدين او مش مجهزين حالكم لهذا الشيء. فدائما ما تستنوا الفرصه لتيجي وانتوا لسه مش مستعدين عشان ما تضيع منكم، لا انتوا اتجهزوا وضلكم مستعدين وضلكم طوروا حالكم ومارسوا اللينكد ان واستمروا فيه، على اساس انه اذا اجت فرصه دغري تاخذوها، تكونوا من الناس اللي بياخذوا هاي الفرصه. فان شاء الله كل التوفيق يا جماعه. هاي في سؤال برضو من طارق، بدي اسال بالنسبه للدورات كيف ادراجها بالسي في، عنوان وصف يعني ممكن انا بالنسبه لي حسب الفتره صراحه. في هلا دورات معروفه فما في داعي احط شو الوصف تاعها، زي اعتماد معين يعني ما في داعي احط وصفه هذا الاعتماد، انا مش عم بسوق لهذا الاعتماد ولا بدي اكبر السي في، خلص هذا الاعتماد معروف عند اللي بيقرا، فما في داعي اعمل الوصف تاعه. ولكن ممكن شهادات يكون اسمها عام، بس انت بدك تفهم الشخص اللي بيقرا هاي السي في انه انت كيف راح تفيده بهاي الشهاده، فممكن شوي تحط وصف بسيط عنها. هذا إذا ما كنت مشتغل، إذا كنت فريش جراديويت وبدك تعبي السي في، وبنفس الوقت أنت ماخذ أكم من دورة وبدك تحاول تقنع الشخص الموظف إنه أنت بتفهم بمجالات معينة وهاي الدورة ساعدتك إنه أنت تكون متمكن بهاي المجالات، فممكن تحط ديسكريبشن بسيط لكل دورة أو المين توبكس لكل دورة. إذا كانت السي في فاضية ولساتك فريش يعني ما عندك بوزيشن تحطه كشغل وريسبونسابيلتيز اللي بالشغل، انت لسه فريش جرادويت، فممكن تحط شويه وصف على اساس تقنع الشخص اللي بده يقابل انه او يناديك على المقابل، الشخص اللي بدور على شغل انه يناديك على المقابله. فممكن، بس الاعتمادات برجع بحكي لك، الاعتماد المعروف هو معروف بالنهايه دوليا مثلا، ما في داعي تحط التوبكس تاعته لانه هو خلص معروف، هذا الاعتماد للكل بيكون تمام. فبتعتمد على الكيس، مثلا الناس اللي عندهم خبره ما بيحطوا أصلاً كل الدورات، بيصيروا يختصروا الدورات الذات أهمية أكبر. تمام، فبرضو بدك يعني بدكم تفلتروا كل إشي، كل ما أنتوا تقدمتوا بالخبرة بدكم تصيروا تفلتروا الشغلات وتصيروا تشوفوا الإشي الأقل أهمية شيلوه، الإشي المهم لا خلوه بارز، لأنه أنتوا صار في شغلات تعبي السي في أكتر، زي الخبرة، المشاريع اللي اشتغلتوها إلى آخره. فصراحة موضوع شو أحط هذا كله بيعتمد أنت شو وضعك حالياً، فريش خبرة، إيش طبيعة الشهادات هاي، أنت بدك تسوق لحالك من خلال هاي الشهادات، كل هذا الأمور بتعتمد يعني كلها بتلعب دور مع بعض. شريف
رسالة من اللينكد إن تقول مش فاهم صراحة السؤال، مو فاهم والله السؤال صراحة، مش واضح، بس إذا بتعيد كتابته بالكومنتس ممكن، يعني مش مبينة أو في أخطاء بالكتابة يعني. تمام، أوكي. فيا جماعة، يعني إحنا هيك بنكون أنهينا، نأسف على الإطالة، بس يعني بتمنى تكونوا يعني الأمور وصلتكم بما يخص اللينكد إن، وزي ما حكيت لكم بلشوا اشتغلوا عليه، وإن شاء الله يعني بيكون في خير لكم. يعني هاي الفرصة يا جماعة ذهبية، يعني هاي الفرصة شو ما كان في إنه والله أمور سلبية بالحجر وبكورونا، بس فعليا أنتم ممكن تحولوا هاي الأمور لشغلات إيجابية. يعني دائما اقعدوا بينكم وبين حالكم وشوفوا كيف أنا ممكن أحول هاي الفترة لإشي يفيدني، كشغل، كإشي شخصي، كسكيلز. فدائما فكروا بهاي الفترة واستغلوها، ما تحكوا إن هي مصيبة وخلاص ورجل على رجل، لا بالعكس، يعني شوفوا شو عندكم نقص بشغلات، لأنه هاي فرصتكم. حتى الناس اللي بتشتغل، كثير ناس بعرف بتشتغل تحكي أنا من كثر المشاريع والله مش لاقي وقت أفتح الفيسبوك ولا اللينكد إن، في ناس هيك الله يعينهم يعني، بس هلأ فرصة برضو إنه يرجعوا اكتف على لينكد ان، يضيفوا كونكشنز، يشاركوا الشغلات اللي عندهم فتره اللي يعني الشغل خفيف فيها. فدائما استغلوا هاي الفترات، ممكن تحولوها لإشي منيح صراحه. والله يوفقكم جميعا يا جماعه ويعطيكم الف عافيه، وان شاء الله بنشوف ايش في هيك ورشات ممكن نحكي فيها مواضيع. يعني في ببالي اكثر من ورشه، في ورشه ثانيه ممكن لايف سريع نص ساعه ساعه، راح نحكي عن فرص العمل كيف ندور عليها، مش بس باللينكد ان، ممكن نحكي عن المواقع الثانيه كيف نتأكد من الشركة مصداقيتها، شو المواقع اللي ممكن نفوت عليها، هاي بوبليك كلها ممكن أي حدا يفوت عليها يشوف السجل التجاري والمعلومات وكذا، يتأكد إنه إيش هاي الشركة وضعها، كيف نفوت على الشركة مثلا، نشيك مشاريعهم وإلى آخره. ففي ببالي هيك ورشة ممكن نعملها لاحقا، والله يعطيكم ألف عافية يا جماعة، بتمنى جد تطبقوا وتستفيدوا بعد، وتكون هاي الورشة يعني فادتكم بشيء معين. وان شاء الله اي شيء بدكم اياه اتركوه ضمن الكومنتس. الله يعطيكم الف عافيه، وبنشوفكم قريبا ان شاء الله. يعطيكم العافيه.